من المرضى والبعض الآخر مستثنى من الدفع إنسانيا. مباشرة مع الدكتور نصوح شديد رئيس جمعية علار للتنمية المجتمعية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك أخت وفاء زيدان. أول بداية أشكرك على هذا اللقاء، أهلا. كمان بشكر إدارة تلفزيون الفجر على جهودهم الدوم لنقل الخبر ورصد الحدث في حينه، وبسعد صباح. اهلا وسهلا والمشاهدين، يسعد صباحك بكل الخير وصباح الاعمال الانسانيه التطوعيه وايضا الرمزيه بمختلف ما يقدم من قبل جمعيه علار. حدثنا بدايه عن هذه الجمعيه، النشاه والفكره والهدف منها. الفكره كانت هي من مجموعه من الاخوه والمهندسين والاطباء والمدرسين، تم تأسيس الجمعية والحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المختصة في 3/9/2019. وكان من ضمن أهداف هذه الجمعية هي جمعية تنموية مجتمعية تعمل على إنشاء المشاريع الصغيرة وتوفير عمل للشباب ورعاية الطلبة المتفوقين والمحتاجين. وكان أول هدف إنه هو الهدف التعليمي والصحي، وبدأنا بالهدف التعليمي بإنشاء مجلس تعليمي مجتمعي بالتعاون مع مديرية تربية الكرم وبلدية الله والمؤسسات في البلدة. القائمين على هذه الجمعية دكتور نصوح، يعني من أين تستمد قواها هذه الجمعية؟ هذه الجمعية للأمانة يعني احنا ما كنا نتوقع انه ننهض بهذا الشكل. احنا تقريبا يعني خلال سنة من 19/10/2020 حتى الآن استطعنا عمل تجهيز مركز كامل متكامل على مساحة 180 متر مربع. قامت البلدية مشكورة بتوفير المكان المناسب لهذا المركز الطبي وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية كاملة، وسأسردها لاحقا. وكانت هذه جميعها والحمد لله هي تبرعات من أهالي البلدة في الداخل والخارج وفي الداخل الفلسطيني، وكذلك قمنا بالتواصل مع جمعية الديار المقدسة في أمريكا الذي قدم لنا دعم مميز لتجهيز قسم الأشعة في المركز الطبي. نعم، طب ماذا عن طبيعة التخصصات والخدمات الطبية التي تقدم؟ في أي المجالات يتم تقديم هذه الخدمات للمرضى في علار دكتور؟ أولا أود أن أنوه بأن المركز هو مرخص ترخيص ضمن المعايير والقوانين التي معمول فيها في وزارة الصحة الفلسطينية، وقمنا كذلك بتأمين المركز والأطباء العاملين والتكاليف الطبية العاملة في شركات التأمين اللي سمح الله إذا حدث أي خطأ طبي مستقبلا. الأقسام احنا عندنا جميع الأقسام، الطب العام بيكون بالدوام 3 أطباء موجودين في المركز يتناوبون بشكل دوري من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء. مختبر تحاليل طبية، طب أسنان يعمل طبيبين في العيادة، الأشعة فنيين 2، المختبرات الطبية كمان بتوفر عنا العظام، قسم العظام وقسم التغذية وعلاج السمنة والمسالك البولية، ونعمل حاليا على توفير إن شاء الله طبيب للقلب، ونعمل على توفير جهاز الإيكو، وقمنا قريبا بتوفير جهاز الإمبادي للتغذية وجهاز الألتراساوند للفحوصات للأمراض النسائية. نعم، كل الاحترام والتقدير على هذه الجهود دكتور نصوح. ماذا عن بعض الحالات التي لا حول لها ولا قوة بصراحة في أن تقوم بدفع هذه الأسعار الرمزية؟ يعني هل هنالك زاوية مخصصة للتعامل إنسانيا مع بعض الحالات الإنسانية؟ نعم، نحن نقوم بالإعفاء الكامل لأي حالات إنسانية، لأن احنا طبعا من بلد واحد بنعرف أوضاع الأهالي، فنقوم بالإعفاء الكامل.
حتى إذا تعذر أو اعتذر المريض عن دفع المبلغ المطلوب منه فنقوم بمسامحته كاملة. ويوجد في الله صندوق لدعم المرضى، نتصل ونقوم بالتواصل معهم ويعملون على تغطية الحالات المرضية للعائلات المستورة. نعم، إجمالا أشكرك جزيل الشكر الدكتور نصوح شديد رئيس جمعية علار للتنمية المجتمعية، ونواصل في مشوارنا الصباحي والمزيد من التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل.